إذن من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زميل زياد حلبي ينضم إلينا. زياد مرحبا بك، تطورات الميدان مباشر معك. زياد، في الجبهة الجنوبية الأساسية جبهة قطاع غزة رشقات صاروخية مكثفة قبل 10 دقائق من الآن تجاه أسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف قطاع غزة. جرى اعتراض عدد من الصواريخ في تلك المنطقة، عدد آخر من الصواريخ سقط في مناطق مختلفة. لم يتسنى لي أن أتأكد إن كان هناك أضرار أو إصابات في هذه الرشقات الصاروخية، وهي للمرة الخامسة منذ ساعات الصباح. على الجبهة الشمالية بالفعل هناك تطورات ملفتة جدا في الساعة الأخيرة، على الأقل إطلاق 25 صاروخا على الأقل تجاه كريات شمونة ومستوطنات في الجليل، اعتراض 6 صواريخ فوق ريات شمونة، وكان الاستهداف أيضا متعدد الأسلحة. هذا ما لفتني في هذا الموضوع، بمعنى إطلاق صواريخ، إطلاق مسيرات، وإطلاق صواريخ مضادة أو صواريخ أو قذائف مورتر في الوقت ذاته تجاه المستوطنات الحدودية. جرى اعتراض 3 مسيرات مسلحة انفجرت بعد اعتراضها. بالإضافة إلى ذلك هناك أضرار مادية كبيرة جدا لحقت بثكنة بيرانيت العسكرية بعد أن استهدفها حزب الله بصاروخين من نوع بركان. زنة الرأس الحربي لهذا الصاروخ هي 500 كيلوغرام، بمعنى طن واحد عمليا من الاستهداف، دمر أجزاء كبيرة جدا من هذه الثكنة العسكرية. طيب زياد، مرة أخرى نتابع معك والأخبار الآن ترد، يعني دائما مسألة الأسرى هي التي يعني تنتشر الآن الأخبار حولها، والجانب الإسرائيلي يصر على دور مصري في هذا الشأن. نريد أن نعرف ما قصة الإصرار الإسرائيلي على الدور المصري. إسرائيل غير مرتاحة للوساطة القطرية التي هي الأكثر تأثيراً بحكم العلاقة مع حماس حالياً، وبالتالي هي تصر على أيضاً دور مصري وهو موجود بطبيعة الحال. كل اتفاقيات وقف إطلاق النار في الجولات السابقة هي عن طريق المصريين، تتم المخابرات المصرية، وبالتالي إسرائيل تريد أن يكون هناك ضمانات أوسع لهذه الصفقة كي تنفذ. قطر، مصر، الولايات المتحدة وكذلك ألمانيا وجهات أخرى، هذا هو الهدف من هذا الموقف حاليا في أروقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.